الصفقة دي تقريبا بمليار، ودي تعتبر أكبر صفقة هبقى عملتها في المرحلة دي. يعني أي غلطة هتكلفني كتير، وممكن تكلفني حياتي وحياة ناس تانية كتير معايا. أنا طبعا ما أقدر اللي حضرتك بتقوله، يعني أنا لو ضاع مني عشر المبلغ ده أنا ممكن أموت بالقهر. لا 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 لا، عشر إيه؟ ده أنت تستاهل ربع المبلغ ده ويمكن أكتر كمان. بس المهم، الصفقة دي هتتم ولا لأ؟ ولو تممتها أتممها مع أنهي بلد؟ ولو ما تمتش إيه اللي ممكن يحصل؟ اللي يحصل دي مش بتاعتي والله، ده العلم عند الله. لكن أنا شايف البلد الأولانية هي اللي فيها شغل، هيكون فيها خير إن شاء الله. طمنت يا هاني باشا؟ لا يا سمير، أنا مش هطمن إلا لما يحصل اللي قال عليه ده. معلش هاني بيه، هو حضرتك شغال في إيه؟ هو صابر هيفرق كتير إنك تعرف هاني بيه بيشتغل في إيه؟ وماله يا أبو سمرة؟ شوف يا صابر، أنا بشتغل في كل حاجة، يعني ببيع واشتري أي حاجة. أي حاجة زي إيه؟ يعني تقدر تعتبرني كده مخلصاتي. يعني مثلا بيبقى في ناس زعلانين من ناس تانيين، الناس دول بقى يبعتولي علشان أنا أساعدهم إن الموضوع يخلص. يخلص لمصلحة مين ما يخصنيش. بيع سلاح. أنا ما قلتش لا. أنت مش محتاج تقول حاجة هاني بيه. أنا ماشي يا سمير. استنى، أنا بكلمك. أنت اتجننت؟ أنا بكلمك. إزاي تسيب واحد زي ده وتمشي بالطريقة دي؟ واحد إيه؟ ده تاجر سلاح. تاجر سلاح؟ تاجر سلاح ده هو اللي دفع الفلوس للمحامي بتاع أخوك عشان يطلعه من الحبس. فاكر لما قلت لك قدم السبت عشان تلقى الحد؟ هو ده الحد اللي أنا كنت بتكلم عليه. أنت عارف أنت عملت إيه؟ أنت ورطتني معاه. أنت اللي عايز تورطني بقتل. قتل؟ مين جاب سيرة القتل؟ كل اللي مطلوب منك إنك تدل الناس وبس. خلاص، ندل الحكومة عليه. حكومة؟ الراجل ده كل شغله بره مصر. يبقى نشتكي ربنا ولا يقدر عليه. استنى، ما خلصتش كلامي. بقول لك ايه، لو فاكر نفسك هتعرف تلوي دراعي بفلوس قضية اخويا يبقى انت معرفتنيش كويس، ولو انا صبعي تحت درسك فانت كلك بمعارفك بالعالم بتاعك تحت رجلي. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. الشاي يا أخوي. الآن على صابر يا أم حسن. أنا كمان يا أخويا مش عاجبني حال. حاسس ان الحال اللي هو فيها دي بسبب اللي حصل زمان. مال اللي حصل زمان بدلوقت؟ لا بقى، هي عين صابتنا كلنا. ربنا يكفينا شر كل حاسد. لا، انا اللي اذيته بنفسي، انا اللي عملت فيه كده. صبر امبارح كان بيحكي لي إنه بيجي له تهيؤات، إنه بيشوف راجل ميت. لا إله إلا الله، معقول بعد العمر ده كله يفتكر؟ مش بقول لك أنا اللي أذيته؟
اسكت اسكت خالص. موضوع راح لحل ويتقفل، ما تفتحوش بقى دلوقتي. مش انا اللي فتحته، اللي حصل له هو اللي فتح الموضوع دي. انا اللي استغليته وانا اللي اذيته. خلاص يا اخوي، زي ما اتقفل زمان يتقفل دلوقتي. بقول لك ايه، استغلتني واذيتني فيا بابا وانا صغير. بقول لك ايه، استني يا ام، وايه اللي حصل لي وانت كنت السبب فيه؟ سببك في حلو دلوقتي، تعال عشان تفطر معايا. استني يا ام، انا بقول ما ترد يابا. يعني كنت باخدك معايا وانت صغير، علمتك حاجات كانت اكبر من سنك، فتحت لك الدنيا، بس كانت الدنيا جديدة عليك ما قدرتش تستحملها، والنتيجة اهو الحاجات اللي انت بتشوفها دلوقتي. ما تقول يابا الحقيقة يا ابني. طب يا علي، أنا هكدب ولا إيه؟ ها؟ ما بالراحة يا بهيمة اللي بتخبط. البهيم اللي ما بيفهمش الكلام اللي بيتقال له ويجيب في سيرة ناس أطهر منه بكتير. في يا ابني سلام؟ أنت جاي ترمي بلاك على شيخ؟ اتقل يا اخي. يا اخي اتقل ربنا انت. ايه؟ ورب الكعبة يا عمار، لو قربت لابويا تاني وجبت سيرته بسوق نفضحك قدام اهل البلد. اللي بيخاف الفضيحة ده على راسه بطحة مداح. ده انت كلك شركة يا بتاع الضريح الزور. عمار، لو ما رجعتش على اللي انت بتعمله هعرف الناس شعوذتك ودجلك وهثبت لهم. لو انا دجال ومشعوذ فابوك الشيخ سلام كان استاذنا. أنا قلت اللي عندي. سامحني يا سارة، أنا كل اللي حواليا بيكرهوني فيك، منال وسهيلة وزين. زين عشان عايزني أتجوزه، سهيلة كنت فاكراها بتعمل كده عشان أخوها، أتاريها بتحبك وعايزاك ليه. بس منال، منال أنا مش عارفة بتعمل معايا كده ليه. بص يا صاد، انا ما يهمنيش اي حاجه اتقالت، انا مش عايزه غيرك في الدنيا. ابعد عني يا رحال، ابعد عني، انا مش عايز اشوفك. ابعدي عني، انا مش ناقصك. مش ناقصني؟ تتكلم معايا كده ليه؟ انا عملت لك ايه يا صابر؟ ابعد عني يا بنت غالي، أنا مش هينفع أتجوزك، وليها مليون سبب. ابعد عني يا رحال، ابعد عني خالص. كتب تسخير الجن دي بتعمل عندك إيه؟ وإيه اللي حصل لي وأنا صغير مخبي عليا أنت وأمي؟ وأنا سبق قلت لك، لكن أنت ما يصحش تدخل أوضة مكتبي وتفتش فيها. وأنا مش هسمع منك الصح والغلط غير لما تقول لي الكتب دي بتعمل إيه؟ كنت بستعملها في الخير، وعلى الأقل دي كانت نيتي. أول مرة أحس إنك كذاب يا شيخ سلام. اخلص اخلص خالص، خسارة. أنا عملت حاجات كتيرة غلط في حياتي، لكن كنت فاكر الصح إني عرفت أربي عيالي، لكن الظاهر حتى دي فشلت فيه. فيها يا شيخ سلام؟ يلا من قدامي. ستر يا رب. فيه صبر، ابوك كان بيزعق ليه؟ انا عايز اعرف الحقيقه اللي شايفها في عينيكم ولسانكم مش عايز ينطق بيها. يعني يا صبر يا ابني، حرام عليك، احنا مش قلنا كفايه كلام في الموضوع ده بقى. يام يام، ابويا كان يقصد ايه لما قال انه كان بيستغلني؟ والكتب دي بتعمل ايه؟ يام انا جوايا نار، ما حدش حاسس بيها غيري. ريحيني وقولي لي ابني، ما حدش بيرتاح لما بيعرف الحقيقه. ورب الكعبة، ورب الكعبة يا أما، لو ما قلتليش الحقيقة لأسيب لك البيت وأمشي. تحلف علي يا صبر؟ ياما ياما، قولي لي أبويا كان أزين في إيه زمان؟ وإيه اللي أنت مدرية عنه؟ غالب كان بيقول لي إن أبويا كان حبيب وكانوا شغالين مع بعض. شغالين مع بعض في إيه؟ وناس كتير بتقول لي إن أبويا كان شغال في حاجة ليها علاقة بالكتب دي. أبويا كان شغال إيه؟
ابويا كان دجال؟ قولي لي يا عم، قولي لي حاجه بسيطه. ابوك كان بيفتح بيك المندى. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.